بسم الله. الله سيا. أستاذ الدكتور خضر ناصر أسوار، مدير عام مكتب الصحة العامة، الأخوة إدارة مشروع المخيمات الطبية، الأخوة الحاضرون، استمرارا لدعم الفئات الفقيرة في محافظة عدن محافظة مجاورة، يتم اليوم إعلان المخيم الجراحي المدعوم من قبل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله وتنفيذ مؤسسة سبل الخيرية. هذا المخيم الجراحي سوف يستمر فترة 6 أشهر بتنفيذ شهري 150 عملية بإجمالي 900 عملية خلال الفترة. والعمل المشترك برعاية مكتب الصحة العامة والسكان وبمشاركة مستشفى صراغة كمستشفى يتبنى إجراء هذه العمليات. نحن نتقدم بالشكر إلى مؤسسة راف وإلى مؤسسة سبل على الدعم المستمر لتقديم خدمة إلى الفئات الفقيرة المستهدفة، وشكرا. نتقدم بالشكر الجزيل في البداية للدكتور الخضر ناصر كمدير مكتب الصحة والسكان محافظة عدن، كما نتقدم بالشكر أيضا والتقدير للدكتور جمال عبد الحميد مدير مستشفى الصداقة على هذا الدعم والمساندة والمؤازرة والمتابعة المستمرة. طبعا هذا المشروع كما نتوجه طبعا بالشكر والتقدير للأخوة في المحافظة وعلى رأسهم محافظة اللواء عيدروس الزبيدي ايضا على المتابعه والدعم. هذا المشروع طبعا كما تعلمون هو بتمويل واشراف مؤسسه راف القطريه وتنفيذ مؤسسه سبل للتنميه الخيريه بالتعاون مع مستشفى الصداقه محافظه عدن. المشروع يستهدف يعني اجراء 900 عمليه في تخصصات مختلفه، منها الجراحه العامه لذوي الدخل المحدود طبعا، منها الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن حنجرة وجراحة العيون وجراحة الأطفال وجراحة النساء والولادة بواقع 150 عملية كل شهر، على أساس كل شهر يتم تغيير نوع التخصص ونوع المخيم. يستهدف طبعا ذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة، والمشروع يستمر خلال فترة 6 أشهر. حاجة لا شك أن هناك حاجة لمثل هذا المشروع. إلى الآن نحن من بداية الشهر التسجيل عندنا مفتوح، تجاوز العدد أكثر من 2000 حالة في تخصصات مختلفة المسجلين. الحاجة كبيرة خاصة بعد مرحلة الحرب التي مرت بها المحافظة، وكمان الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عانت منها الناس يعني بعد مرحلة حرب وانقطاع البعض عن العمل والحالة الاقتصادية الصعبة. فوجدنا يعني وجدنا انه هناك حاجة في ناس يعني جاؤوا للمخيم 26 سنة ما استطاع انه يدفع تكاليف العملية. في اطفال عمره الان يعني 10 سنوات ويعاني من عيوب خلقية ما استطاع خلال الفترة هذه ان يدفع تكاليف العملية.
طبعا لا شك ان هناك حاجه كبيره لهذا المشروع، ولا شك انه جاء في وقته ومكانه. في الاخير يعني نتقدم بشكر نيابه عن مؤسسه سبل والاخوه العاملين في هذا المخيم. نتقدم ايضا بشكر والتقدير للاشقاء في دوله قطر وعلى هذا الدعم والتمويل والمساند على راسهم الامير تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله، وشعب دولة قطر المعطاء، والمؤسسات القطرية التي يعني ساندتنا يعني في هذه المشكلة التي مرت بها البلد، ونقدم لهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وشكرا جزيلا. اليوم يومنا هذا يوم الأحد، ونحن في مستشفى الصداقة التعليمي في محافظة عدن يتم تدشين المخيم الطبي الجراحي المدعوم من أشقائنا في دولة قطر الشقيقة التي هي الدولة المشاركة أيضا مع الأخوان في دول التحالف. نحن في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة نكون كل الاحترام والتقدير لأشقائنا في دولة قطر بما قدموه لنا أثناء فترة الحرب. أخواننا كانوا في مؤسسة سبل الخيرية، كان لهم دور بارز أيضا في هذا الدعم، واليوم أيضا ندشن هذا المخيم الجراحي الذي إن شاء الله سيتم استيفاء وعمل عمليات جراحية لحوالي 900 مريض من هذه المحافظة ومحافظات المجاورة. 900 عملية ليس بالعدد البسيط، وسوف يستمر هذا المخيم لمدة 6 أشهر بدعم سخي من أخواننا في مؤسسة سبل، مؤسسة رافة الخيرية القطرية. لهم الشكر الجزيل منا في هذه المحافظة على ما قدموه ويقدموه إن شاء الله في الأيام القادمة. أخواننا في دول الخليج بشكل عام تم توزيع العمل فيما بينهم، منها الهلال الأحمر الإماراتي قام بترميم كثير من المؤسسات الصحية الأشقة، أيضا في المملكة العربية السعودية بدعم من مركز الملك سلمان دعم سخي في الجانب الصحي. الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في إعادة الخدمات الصحية إلى وضعها، وإن شاء الله بيكون في الوضع أفضل في الأيام القادمة بجهود كثير من الخيرين، سواء كان من قيادتنا في قيادة المحافظة، القيادة السياسية أيضا على مستوى البلد بقيادة المشير عبد الله منصور هادي، وأيضا بتوجيهات من الأخ اللواء عيدروس الزبيدي محافظ المحافظة، ومن الأخ وزير الصحة العامة والسكان. كل هذه الجهود منصبة لتحسين الأداء في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة. كما تعلمون عدن هي دائما هي تتحمل عبء الأكبر، مستشفياتها وكوادرها ما يتحمل العبء الأكبر في تحمل كثير من الأعباء من المحافظات المجاورة. نحن على أتم الاستعداد أيضا لنواصل السير مع جهود كل الخيرين. شكر جزيل لأخواننا في دولة قطر والأخوة القائمين أيضا على هذا المشروع الخيري، هذا المشروع الإنساني، المخيم الجراحي الذي أيضا احنا نعتبر اليوم وهو مثابة أيضا إعلان لكل من أيضا لم يسمع بهذا المخيم أيضا يتم التسجيل في هذا المستشفى، مستشفى الصداقة في محافظة عدن. نقول لهم أهلا وسهلا، وهذا المخيم هو أيضا مخيم مجاني لكل أفراد الشعب الذين هم بحاجة إلى تطبيب مجاني. فنقول لهم أن هذا المستشفى وأخواننا في دولة قطر على رأسهم أخوان الشيخ ثاني بن عبد الله، وأيضا الشيخ عبد العزيز رئيس أو مدير مؤسسة سبل الخيرية. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا قمنا بتدشين افتتاح المخيم الطبي والجراحي في محافظة عدن والمحافظات المجاورة بمستشفى الصداقة مديرية الشيخ عثمان. طبعا عن المشروع، هذا المشروع يستهدف إجراء 900 عملية خلال 6 أشهر بواقع 150 عملية شهريا في تخصصات مختلفة، منها تخصص الجراحة العامة، جراحة الأطفال، جراحة النساء والولادة، العيون، أنفذ حنجرة. إلى الآن من بدء التسجيل يعني لنا من بداية أغسطس أكثر تجاوز التسجيل أكثر من 2000 حالة. رأينا الحاجة الماسة، رأينا الإقبال الشديد على المخيم، رأينا الحاجة إلى مثل هذا المشروع في هذا التوقيت.